صفقوا لي بزاف على سعيد بوسكير وايب سعد. صباح خويا سعيد. صباح خويا لاباس؟ واش يلاه فايق الناس ولا لا لا بخير الله. حيت صوتك ديال شي واحد يلاه فايق. لا لا اشوف ترى كنفيق مع السعيد. اليوم ما جيتيش بوحدك، ما جيتيش بوحدك سعيد، انت مولف هذا البرنامج. كو سوا وسط البرنامج ولا خارج البرنامج انت مولف هذا البرنامج. واليوم شفتي معك واحد السيد الفنان زويون اللي سميتو وهيب سعد. قرب لي شويه الميكرو وهيب. نعم استاذ. مرحبا. انا ماشي استاذ. لا انا انا مرحبا بكم بجوج. الله يحفظك. مرحبا. واليوم جيتونا واحد الاغنيه. باغي نكمل ديالي. لا شو اللي غفلتونا. كنا جالسين كنا لاعبين الكره في كنا جالسين حتى شفنا مرت سعيد موسكير دايره انترفيو كتقول لا راه راجلي ما غيتجوزش بالرابعه. ما فهمناش اش واقع. ياك سعيد ما عرفتش كي دخلت هنا الاستوديو قال لي واش سعيد موسكير تجوز. خالتي سولاتك. خالتي نايمه ايليا قالت لي واش سعيد عاود تجوز. وقالت لك لا مراته قالتها. لا وقالت مراته موافقه. وي 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 سي سا وي. بون وافقتي. وي خير. مرحبا. غادي نخلي الى قدرتي مازال تقرب الميكرو عافاك وهيب. وغادي السؤال الاول بينا الوغ كيفاش دارت هاد لا كولابوراسيون بينك وبين سعيد موسكير؟ نعم هو التنسيق ديالها كان مع عند خويا سعيد محمد الناصيري موغادور. فانا صراحه كنت من لي فرانس ديال خويا سعيد موسكير. كنتي دابا ما بقيتيش ملي درتي مع الديو. لا قال لي كنت فان ولكن دابا ديما ما كنت وداك الشيء اللي باقي هو اللي نفذنا دابا من باب الديو انا وياه. وكانت شفتها نقله نوعيه وشرف ليا واضافه كذلك ومثال وتبارك الله عنده اسم. فالصمعه ديالو كذلك مزيانه مشرفه بالنسبه ليا. فكنت لقيت بادره ومبادره بانني خاصني ان شاء الله ندير مع ديو. وعرفت بان هذا العمل الا شافو غادي يلقى ذلك المستوى ديالو. هادشي اللي كاينه سعيد. واه كما قال خويا وهيب هادشي اللي وقع. مشينا عند الناصيري. الناصيري في الاول كان قال لي غادي باش نشرحوا حيت كاين سمح لي كاين دابا مستمعين اللي هذا كيعرفوا سعيد عرفوا دابا تعرفوا عاوتاني على وهيب. ولكن شرحوا لنا شكون هو الناصيري. انا شخصيا كنعرفوا ولكن شرحوا للمستمعين. الناصيري ماناجير اصحابه. واش الناصيري الممثل؟ واش الرئيس الوداد؟ شكون هذا الناصيري؟ لا سي محمد الناصيري ماناجير هو البرودكسيون ديال موغادور برودكسيون. دونك ماناجير ديال العديد ديال الفنانين اللي كاينين. وكنمشي لعندو الاستوديو ولقاني بخويا وهيب. في الاول جابني لنا واحد ليدي مع بيكشا. جا دارني لنا سميتو الكومبوزيسيون والكلمات عجبوني مزيان. بمعنى كلمه اون شونسون ديال باغي نكمل ديني ديجا. فوزي عبد الباسط مدام اللي سمعتها قالت لي سعيد لا شونسون واعره صافي واخا باغي نكمل ديني. قالت لي راه كمل ولكن لا شونسون راه زوينه. دارها لنا سمعتها عجبتني الفكره عجبتني. دونك صافي وتلاقينا انا وخويا وهيب. واش اسمح لي واش الفكره على باز عجبك من غير الاغنيه زعما انت واش كتفكر في هذه الفكره؟ لا 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 الفكره اخويا عماد الله يخليك راه باغي نمشي نعس في دارنا. لا ياك عمي باغي نعس في دارنا اخويا عمي ساكت اليوم. لا انا تنسمع هذا الوصف وهذا الشيء وكنتسنى باش نقول السؤال ديالي. هذا الشيء اللي كاين بلاتي نكمل لها عمي. اي هذا الشيء اللي دونك جات الكولابوراسيون بحال هكا. بدات تلاقينا مع با وهيب. جات لا كومبوزيسيون من عند بيكشا. جات توزيع الموسيقي كذلك من عند بيكشا اللي بالعربيه هي مشه كبيره. مشه كبيره. حنا خاصنا نذكروا الناس اللي كيخدموا معنا وداك الشيء. وتبارك الله الاداء ديال خويا وهيب فاجئني بمعنى الكلمه. تبارك الله عليه الصوت رائع. وماشي غير حنا ماشي ما كنخدموا كنخدموا الفن وميم طوم اللي كتخدم واحد الانسان كترتاح ليه وصاحبك وهذاك الشيء كتكون حاجه اخرى عاوتاني كتعطي اكثر واكثر. دونك جات هذا الديو هذا بحال هكا. اما الكليب نهضر لك على الكليب ياك. انا مازال ما سولتش على الكليب. انا مازال ما سولتش. سير اسيدي انا غادي قلت لك تطلق لي الميكرو راه سينو غادي نهضر بزاف اصاحبي. راه كنقولها لكم ديما. اللي نقدر نقول لك سعيد سي كو ملي قلنا لعمي بان سعيد موسكير جاي قال لا اسمح لي عرفتي اش قال لي؟ شوف مع احتراماتي للفنانه قال لي واخيرا جبتي لي فنان. الله يعاونك. وانا اول حاجه دخلت
اول حاجه درت هو مشيت بسط ليه راسه لا لا عزيز عليا انا هكا عزيز الا ما الميسيون بلا عمي راه والو لا دي زختي حتى هي راه والو خالتي حتى هي راه والو فعلا صحيح عماد ماشي مشكل تنكملوا تنكملوا لبعض تكمله تكمله غادي غادي نسمعوا انا اكستريم الاغنيه اللي غادي نسمعوها ثاني كلها من دابا اقل من ربع ساعه على شاده فين باغي نكمل ديني باغي نكمل نص ديني دوك القصه ديال هادو جوج ديال الرجال جالسين بعضياتهم كيشوفوا الاخر كيشوفوا جولي باغي يكمل ديني فكرتني بالاغنيه مع مالك عاوتاني هي مشات وي والله تمشات هذه بارتي هي مشات دابا عاوتاني مع وهيب باغي يكمل ديني حتى انا لا مع خويا وهيب حاجه اخرى اسطوره اخرى هذا واحد لاباس عليه والاخر واحد فقير وواحد لاباس عليه وكيديروا ذاك الصراع ديال الزواج بعد احنا عندنا واحد الزواج هو المهم اسمح لي نكمل دينه على سنه الله ورسوله في الكليب شكون اللي لاباس عليه خويا سعيد ها زعما با وي خليتي داكشي اللي كاين في الحقيقه خليتيه حتى في الكليب عليه سي واخا سيد لا 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 شوف ما تجيش معايا لاباس عليا لا بما ما عندكش اللي بالحقيقه هو اللي طبقتيه في الكليب اش اللي باغي يقول لك يعني اللي في الحقيقه زعما قال لك ماشي انا لا لا راه عرفت راه قلت ليه واش ما تجيش معايا لاباس راه داكشي علاش سولتو اكيد اسمع لموسى ياك جات معايا لاباس الحمد لله اخويا الديو مع سعيد دونك قلتي بانك كنتي فان ديال سعيد باقي فان ديال سعيد مسكير مي اليوم ملي درتي هذا الديو هذا مع سعيد اول مره غادي تكولابوري مع سعيد كنظن في اغنيه هكا اكيد انا اليوم شنو تزادك اللي تزادني معنويات التعرف يعني يتعرف عليا الجمهور اكثر من واحد الشريحه ثانيه حاجه اخرى اني الفن شفته ثاني من اربع زوايا وربما كنت كنشوفه من زاويه واحده من بعد السلبيات اللي عجبني انه مهندس في الهضره ديالو اربع زوايا الله يحفظك داكشي الكاري كاري ريكتونغل ملي ربما كتشوفه من زاويه واحده كتكون كتاخذ طاقه سلبيه من بعد الافراد بعد الناس وهي كتكره ولكن ملي شفت المعامله فيها الاخلاص والعفه وكل شيء دابا زدت ثاني تشجعت ان شاء الله غادي نبدا واش فايت فيك درتي دي ديو قبل وما كانش هادشي اللي كتهضر عليه دابا لا خدمت اعمال كثيره في شي حاجه في الشعبيه شي حاجه في هذه ولقات بعض النجاحات وكذا وهذه ولكن دخلت في واحد الدوامه اللي انا في غنى عنها ماشي من الطبع ديالو شويه خلاتني نزقى سنوات عاوتاني شويه وغادي اوكي فالحمد لله المهم حاجه كتنسك في حاجه وحاجه كتعوضك على حاجه هادشي اللي كتبانو عمي أغنية أنت حيت عمي كنتي كتشكى علينا نهار كامل مع قبيلة أنت كتشكى علينا مع الأغاني ديال دابا أغاني ديال هادي لا حنا إيوا ها هما ها هما ها هما لا لا شوف أنا والله إلا كنسمع لعمي دائما أي شونتيغ ولا داكشي كنجيبو كنسمع غير أش غادي يقول عمي ياك والله إلا كيقول أي حاجة قالها كيقولها الحقيقة هكا الصراحة هي ديما هكا هكا عمي اسمح لي غادي نعاود نسمعك مقطع هي اولا بعدا كاين واحد القضيه الاغنيه ما فيهاش انحراف نهائيا فهمتي صاحبك دابا حيت صاحبك لا ما فيهاش تسمعوا الكلام كنتي تسمعوا الكلام اش كنقولوا دابا تسمعنا باغي نكمل دين سمعوا علاش باغي نكملوا لا خلي هكا حيت الا سمع داكشي الاخر يقدر يتبدل لي الراي خليها انا كنعتقد باغي يكمل دينو سي مسكر يا اما كتعلق الامور بالزواج ولا ب تربية أسرة أو عائلة والاهتمام بها يا إما بغي يخط لنفسه واحد الطريق مستقيم آمن باش يمشي فيه على طول ما بغيش داك الإعوجاج ولا داك القضية ديال أنا نسبق هذا ولا هذه تسبقني ولا هذا ولا إلى آخره إلى آخره وما بغيش يتعامل بالطرق اللي هي سلبية اللي غير مقبولة لا في الغناء ولا في أي حاجة هذا الدويتو اللي تقاسم فيه الغناء مع الأخ سميتو وهيب ربما غادي يفتح لهم آفاق أخرى ربما غادي يمشيو بعيد لأن كاين اللي كيقدر يعمل دويتو وكاين اللي كيتخوف منه وكاين اللي ما كيقدرش عليه نهائيا صراحة هيت الأغنية الشعبية أو الأغنية المتعارف عليها حاليا واللي هي ربما قصيرة بزاف كاين اللي كيعمل لك 3 دقائق كاين اللي كيعمل 4
كاين اللي عمل خمسه على حسب مجهوده تبعه تاع، ولكن فين كاين المشكل؟ المشكل العويص وهو في الكلام. الا هو سعيد لقى الكلام الموزون المزيان المضبوط لازم يعمل واحد العمل جيد ومقبول عند الناس كيف ما الاعمال السابقه، نحارف على الطريق وقال وعلاش هذوك تيديروا هذا الشيء، علاش مثلا ما نغمش معهم ونمشي حتى لهذ الاختيار، اذا غادي يقضي على راسه وعلى الامر كله وغادي ينتهي في المكان اللي هو وقف فيه. اعطاني الرساله اعطاك الملخص هذا الشيء اللي كاين. الكلام عمي تسمعوا زعما واحد الكلام اللي هادف، واحد فقير وواحد اللي كتبوا من العنوان باين اللي كتبوا بكشا احتراماتي زعما الكلام هادف، وحنا ما كنبغيو نديرو شي حاجه والا كنحطوا واحد الرساله اللي غادي نوصلوها للجمهور. ودويتو كذلك مع خويا وهيب راه تنتمنى باش يعجب الجمهور هذا. ونزيدك حاجه اخرى ونزيدك حاجه اخرى، هاد الاغنيه اللي كتغنيو نتوما دابا اللي صوبتو تسمعها العائله يسمعها اي انسان فهمتي، وخاصه الناس بكل صراحه نقول لك اللي كيحشموا كيستحيوا فهمتي، اما اللي عنده جبهته علاش عم يسمح لي حاجه كبيره راه ما كاينش. اسمح لي عمي كاين اغاني دابا ما كيسمعوش العائلات؟ لا كاين كاين اللي كي شوف حنا كنا في واحد الفتره كاين شوف كاين اللي شرا جوج ديال التلفزيونات علاش؟ علاش؟ على حساب الوالدين ديالو، ولكن كيحشم من والديه جلس يتفرج معاهم ولو فيلم ولا فشي حاجه فهمتي. ومثلا الانسان كتسمع والدي تتنوض الاخرى شي قبله لهذاك الانسان لا مسائل خطيره. عمي عمي الا كنتي انت في الوقيته ديالك كنتي كتفرج بولسات ماشي حنا. لا لا ماشي حنا ماشي حنا لا ماشي حنا. اسمح لي راه ندير معك واحد ندير معك واحد التحدي دابا سعيد. يلاه دير شي تسوف. الا فتي 30 ثانيه غتفوز معنا. نو سيريو 30 سكوند ولا غادي نديرو القضية 30 سكوند بزاف غادي نديرو القضية غندير لك التحدي انت وديزا. ويلي مشى سعيد مشى صافي ديزا واش واجدة؟ بيان سور. اتونسيون توب ديبار. ري أربعتاشر ثانية فايزة. لا لا خير نورمالمون كندير قصر. يلا اتونسيون سعيد مسكير واحد جوج ثلاثة. غيبي شيتي عزيزة سعيد مسكير معنا. برافو ابا نحطم الركور صاحبي حشوم عليك حشوم ابا نحطم الركور 17 ثانيه برافو عجبان فوت لي 30 ديالو حيت كندير 45 50 30 دجاجه تريني دابا راك ربحتي ربحت فوالا فيليسيتاسيون دونك كادو ديالك اوكي ماشي اللي كنظن ياخذوا الولد صافي معقول هادشي اللي كاين وي باغي نكمل ديني اغنيه ديال سعيد مسكير وايب ساد. عمي انت سمعتي الاغنيه سمعتي الكلمات فعلا تبدل لك الراي؟ لا لا ما الحمد لله لا اللي بغيت نقول لك دابا الكلام ارفع من شان الاغنيه الله يحفظك. الكلام كان سبب باش تكون الاغنيه في المستوى وتلقى الاذان الصاغيه ديال الناس كلهم ويستوعبوا الكلمات ديالها ويحفظوها عن ظهر قلب، وحتى كما قلت قبيله الى الترجمه الفرنسيه ممكن تترجم حتى الانجليزيه والايطاليه والالمانيه. الله يحفظك عمي باش تولي اغنيه عالميه لان حنا الاغاني ديالنا تقريبا كلها محليه ما كاينش اغنيه اللي تخطات البحر من ليه يمكن تخطى البحر نقولوا مثلا هذاك السنه غادي يمشي يغني للجاليه المغربيه ولا الجاليه العربيه وداك الشيء، حنا بغينا حتى الاوروبي يسمع. اسمح لي وما عجبكش طبطب ديال فاتي جمالي؟ لا علاش؟ وطبطب شنو هي طبطب؟ كانت هنا قدامك ما كنتي كنتي تقول لها زوينه انت لا انا الجمال ديالها فهمتيني انا عجبتني جميله عمي وشعرها زوين عمي كتبدل وجهك ولكن الاغنيه ظريفه الله عمرها ظريفه هي ظريفه وزوينه وجميله. اسمح لي عمي انا عجبتني الاغنيه شئنا طبطب وطبطب اخويا معرض تتكلم منه اسمح لي الاغنيه اللي كترجم للفرنسيه الله يحفظك اغنيه اش كتعطي؟
اسمع الترجمه كلمه بكلمه ماشي زعما ماشي في لو سونس قال لك جو فو تيرميني لا موتيي دو ما ريليجيون بالنسبه للناس ما جو فو تيرميني قال جو فو تيرميني لا موتيي دو ما ريليجيون اي سي لا جي مي مون اوي سور ايل الله c'est pas parce que tu as de l'argent qu'elle va t'aimer et me laisser moi aussi je veux terminer la moitié de ma religion va تخيلوا معايا تخيلوا معايا جوج ديال الرجاله بعقلهم بعقلهم واحد بالحيتو والاخر يلاه حسنا البارح انا عاود اسمع je veux terminer la moitié de ma religion الاخر قال ليه et c'est là j'ai mis mon œil sur elle C'est pas parce que tu as de l'argent qu'elle va me laisser et t'aimer. Regardez, moi aussi, je veux terminer la moitié de ma religion. Si elle veut qu'elle me le montre, en rentrant de la porte, j'attends sa réponse. N'essaie pas de la séduire. Regardez, même avec ton argent, tu pourras pas l'acheter. Et c'est très bien qu'il va l'aimer. J'ai l'argent et le cœur. Moi aussi, je sais aimer. Ça va d'aller la basse, allez. Elle est à l'aise avec moi, mais avec toi, elle va souffrir. Ah, Je suis là. كيقول فيها دير عقلك كمل دينك شوف لك بنت الناس تتهنى وترتاح من الوسواس وشوف دابا من ستينيات لسعيد مسكر تتمة ديال هذا الموضوع يعني بطبيعة تتمة الموضوع يا ريت المغنيين هادو ديالنا ديال هاد الجيل الشباب يستعنوا بهاد المواضيع ومرة مرة مرة يطلع على الناس بهاد الأشياء مواضيع زوينة وجميلة ويعرف بأن راح تا ومتبوع لأنه ما تجيش بقى شاب هذه في يوم من الأيام لما يوصل إلى ما إلى وصل الخمسين عام وما تجوش قضي عليه عليه السلام هذاك الإنسان هذاك سعيد رفيت خمسين عام ومجوش لا دابا هذاك اللي الله غادي تجوش زعما قلت لك كيف بقى يفكر لا ما نتجوش هذا العام لا العام الآخر لا اللي وصل الخمسين عام انت في نظر كيفاش غتكون الحاله ديالو غادي يتقدم باش يتزوج الله يتبع الصحه بصح زعما هذه رساله نيت للناس اللي حيت الرجال دابا ولاو كيخافوا من الزواج ولا كيزيد لي باش يتزوج خلينا نورمالمون كل شيء يديرها على الله ويتوكل على الله هذه هذه الهضره ديال شي واحد مزوج لا وغادي ولكن يروح لك وغادي يسمحن غادي يسمحن لان لا تزوج في هذاك السن ديال 50 ولا 60 عام كيفاش غادي يكبروا دوك الوليدات لان حنا ملي هذا الوليدات كيكبروا مع الانسان هما في الطرف من الصحه والقوه ديالو كيجيو زوينين بحال تيقول له وليتي قدي قدك بصراحه انا عندي واحد صاحبي عندي واحد صاحبي واحد صاحبي عنده دابا 55 عام تبارك الله ولده عنده 65 ولا ولده هو ولده كبروا لا لا انا معتبر كيفوتو سرعه الارقام هذه لا لا هو خدا مرا واجده خدها بولدها وهيب انت مع فنان كدير الاغاني الشعبيه كيفاش دوزتي هذه الفتره ديال الكوفيد الحمد لله رب العالمين دازت بخير الحمد لله ما كانش عندك لا ديجا الحمد لله عندي ترتيبات ثانيه وامور اخرى يعني الحمد لله دونك دابا ولا مهم اليوم انه الفنان ما يبقاش غير 100% في الفن هذا هو اللي انا فيه اصلا خاص ضروري دير شي حاجه شي ديجا الحمد لله دير شي حوايج هكا اما تعيش بالفن 100% لا ابدا انا ما معتمدش عليه 100% تندخلوا ليه من الباب الواسع وهذيك الساعه حتى كان ماشي اشكال كان ما كان جاب الله هو ما عرفت الله يمر ما عرفتيش هو تيقول لك الفن لا يسمن ولا يغني من جوع هذه مساله مبدئيه والا جينا نعملوا اطلال على كبار الفنانين في العالم باسره كيقول لك هذاك الفنان اللي كيغني وكيلحن وكيكتب راه عنده ريستورون عنده كافي عنده اوتيل عنده هادي عنده تاكسيات عنده عده مشاريع لان ما يمكنش يستعن غير بالفن بوحدو ولكن عمي واحد القضيه دابا شحال هادي راه ماشي هو دابا
دابا رانا كنشوفوا فنانه في اشهارات هادشي اللي باغي نقول عطيو حق للناس اللي هما فنانه صافي خويا صافي الحمد لله كنشوفوا فنانه في اشهارات كنشوفوهم في يوتيوب كنشوف بزاف الحوايج اللي ما كانوا كاين بزاف المداخل دابا اللي ما كانوش عند الفنانه شحال واخا ولكن حتى شوف ها هي دابا الجائحه ديال كورونا دابا داخله في 3 سنين تقريبا ما اثرتش على الناس عامين اثرت على عامين نقولوا عام ما اثرتش على الفنانين راه ميمكنش واخا يكون عنده ذوك الفلوس غادي ياكلهم ويبقى يشوف ولكن الا كان الرواج كما قلتي الاشهار والاغاني والتلحين والكلمات والسينما والتلفزيون داكشي كتبقى رائجه ديك الاعمال من الناحيه الماديه وكيبقى حتى هو مرتاح نفسانيا لا هو ولا العائله ديالو لا بصح تفضل سعيد بغيت زعما ماشي الفن دابا ماشي بحال شحال هذه شحال هذه كان تقدر الفنان يقدر الى كون كانت كوفيد شحال هذه زعما الفنان يقدر يموت ديك الساعة غادي يموتوا غادي يموتوا بمعنى كان مازال دابا راه كما كنقولوا كاين واحد الانقاذ ديال اليوتيوب كاين لي دروا دوتور كاينين انا كنقول لك الفنان اللي عندهم لا كارت دروا دوتور وهذاك الشيء اوموا كاين واحد المدخول كاينين الناس اللي كاينين الانستغرام كاين واحد فتحوا شي بيبان ديال كاين واحد يدير غير الفلوس كتدخل غير بالبيبليسيتا بالاشارات ديك الساعه ما كانش هاد المسائل هاك صافي سالا ما مشاش ما خدمش ما ياكلش دونك اذا اليوم القضيه سهله لا سهله ولكن راه الناس راه واقيله سهله على الناس وصعيبه سهله وصعيبه سهله وصعيبه ما كنقولوش شي حاجه سهله كلشي سهل وواعر واعر على ناس وسهل على ناس غير في العاد باش يضر 100% كيضروا 50% وصافي بحال مقارنه بالستينات وهيب كملتي دينك الحمد لله رب العالمين انت مولاد الهيله لا كامله واش كملتي خليتينا مضاربين مع سعيد تزوجتي ما تزوجتي انت متزوج قلت لنفسك فبنفسك فابدا لا لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله جوج كاينه شي حاجه هذا سؤال غريب علاش ما عادش فيك واحد شوف قول لي اش كاين شي وليدات لا وليدات الحمد لله مجوج عطيني الله ذريه صالحه الحمد لله والله زوجه صالحه وذريه صالحه كيعجبني زعما اللغه المستعمله ما كتكونش مستعمله نرسف بالليل لا لا والله بدون مبالغات كيكون معنا في الاذاعه الدريه الصالحه الحمد لله الحمد لله لا ومزيانه هذه القضيه لان كما تيتقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقي دابا هو انسان عنده المال وما عندوش الاولاد اش من حياه عنده حتى حاجه ما عندها قيمه ما كاينش اللي كيعطيه حتى كاس الماء يشربوا ما غاديش يلقاه كيعطيه الراس عندي غادي نهضر غنهضر معاك على اللقاح دابا الى المواد جوج درتهم وبخير وعلى الى بدلنا هذه الاغنيه وما بقات سميتها انا هاي كلاس سميتها انا داير اللقاح غني وانا وياك نحاولوا نديروا انا وياك جيزا يا اتونسيون دير قراءه اوليه قراءه دير قراءه اوليه انا داير اللقاح غير درته وانا نرتاح بزربه خرج لي الباس فين ما مشيت هز الراس مزيانه الوزاره انا باش نشرح لك باش نشرح لك الا خديت عندك الوزاره هاد الناس كاملين اللي هنا سبعهم تما بيان سور اتونسيون يلا كيسمع ها ترى اللقاح خاطر الوزاره يلا سبونسوريزي انا داير لقاح غير درتو وانا نرتاح بالزربه خرج لي الباس فين ما مشيت هز الراس لدوان عطيك يساني سيف بلاص نمشي فين بغيت بلا هضره بلا هضره ولا الراس انا داير لقاح بقيتو بلا ما نقول ويلي كنتي ما ديرش مازال وراه باقي الحال ايوا لا هادي نسيتيها داروا لي فايزر اخويا السينوفارم صاحبي دار جونسون واستارا دارتها المدام لا وخذ لك التفاح حتى هو زين مع التلقاح دابا بلاتي سعيد قريتيه خاصنا باش نسجلوها هذه باش المستمع حتى هو حيت انا اول خطره عطاها لي باقي ما عارفش غادي نديروا محاوله اخرى دابا قريتي قراءه اوليه انت شوف انا داير لقاح غير درتو وانا نرتاح بالزربه خرج لي لباس فين ما مشيت هز الراس بالزربه خرجت لاباس بالزربه خرجت
خرجت لاباس عاد ماشي مشكل ماشي مشكل سي لا لا ديزا خليك بعيد على هذا الشيء هذا وليت لاباس وليت لاباس دير وليت وليت بالزربه وليت لاباس تفضل تفضل انت انت اللي كاتب هذه اللي دوان عطيه كيساني كيساني اللي 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 دوان عطيه سكاني سور بلاس هاي سكاني نسحب كيساني سكاني كيساني زوينة اللي دوان عطيه كيساني زوينة كيساني مالا مقبولة اشنا اللي دوان عطيه صفي النية السي جاي اللي دوان عطيه سكاني سور بلاس وهيب تكحز عليه اخويا لا لا كاينين درتي كاين بزاف الكلام ماشي مهم كاين بزاف الكلام كنمشي فين بغيت بلا هضره ولا صداع الراس انا داير لقاح واكل التفاح لا لا شوف يلا غادي نديرو اخر محاوله نغني هذه خاص اخر محاوله معاك غير درتو وانا نرتاح بالزربة خرج لاباس فينا مشيت هاز الراس لدوان عطي سكاني سيو بلاس لا خيبة بون شوف داروا لي فايزر اخويا وسينوفا هادي شجلة لينا شجلة لينا واستغدرتها المدام صافي بابو سعيد مسكير بابو بابو وهيب شنو لي بروجي اللي جايين اخويا وهيب ان شاء الله حاليا باذن الله الحوارات اللي احنا بيناتنا والتفاصيل والنقاشات اللي في اللي جاي تكون ان شاء الله شي حاجه مع مع ان شاء الله مع مع الدوسي ان شاء الله داكوم وشي حاجه مع مهدي مزين بالنسبه للالحان وان شاء الله ثاني كاين ثاني موضوع على على حساب ان شاء الله جلال الحمداوي دونك هادو سي لي زارونجور اكيد طبعا دونك هذا زعما شي ديو اخر دابا من غير سعيد ديو ان شاء الله كنتمنى يعاود واحد اخر تجربه مع خويا سعيد مسكير ونشوفو ثاني ان شاء الله انا كاينين ولكن حاليا بغيت نبقى نتمتع بهذا الديو انا وخويا سعيد ما بغيتش نتخيل شي حاجه اخرى بلاتي شويه شويه عليك شويه عليك برافو عليك سعيد سمعت بانك كتوجد شي حاجه انت ان شاء الله وانا بدا ما كنربعو شي يدينا خاص دابا مع سعيد درنا الديو انا وخويا وهيب نعطيو ليه حقه بعدا المستمع والجمهور يسمع هاد لا شونسون هادي ديك الساعه انا كنوجد واحد سينجل اللي غادي يخرج قريب ان شاء الله بالكليب ديالو بكل شيء المسائل ديالو عجبتني بالمسائل ديالو كلشي زعما قال المسائل ديالو هو الكليب ولا بروموسيون ديالها ها كيسكاني قريتيها كيسان دابا المسائل ديالو لا لا باش باش حتى جاي هذا العام ما بغيتوش يدوز لنا يدوز خاوي بغيت يدوز بالجديد بديت فال زوين وفال مخير مع خويا وهيب بدينا العام فن نكملوا العام مخير باللي سينجل حتى انا تنتسنى خويا وهيب حتى هو يبدا لي سينجل يعطي عاوتاني لي سينجل ان شاء الله كبر بك احمد مرحبا ان شاء الله العطاء مرحبا بون كوراج سعيده بون كوراج ميرسي سعيده انا ربحتي ربحت معقوله ربحتي 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 لابوط ديال الفطور فطور واش مفطور هذا يا خويا عارفه اعمي هادي كمل فطورك هادي ماشي كمل دين يلا كمل فطورك على سباي سعيد بوسكير اللي فاز معنا اليوم بلاتي نشوف اشنو كاين فيري في اخويا فيري في السلعه ديالك بارك الله وي اي اي ترى 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 فطور ديال شهر تمام عزيزي بالصحه والراحه بصحة والراحة لا بصحة والراحة لي زامي وصلنا للاخر ديال ليميسيون غنهضروا غابيدمون على الكليب وهيب فكرة ديال الكليب نعم الفكرة كانت طبعا طبعا من عند المخرج والرأي كانت لا بالنسبة ماشي ماشي نعم. شكون اللي طاح لي الفكرة غير باش الناس اللي مازال ما شافوش كليب كيفاش شنو السيناريو ديال الكليب هذا ديالك انت وسعيد السيناريو بأن واحد الإنسان عصامي نقولوا فقير كلنا فقراء إلى الله ومع خويا سعيد غني مثل غني ف ف فكان كان بيناتنا نزاع على وحده انا باغي نتزوج بها وهو كذلك باغي ياخذها بغينا نتقدموا لها زعما ونشوفوا الصراعات في الكليب كاينه هاد السيده هذه اللي كتهضر عليها كاينه في الكليب ما بين الطبقتين الطبقه الغنيه والطبقه
الانسان العصامي او الانسان الفقير. في الاخر شنو اختارت هاد السيده؟ في الاخر بان لينا بان الا بغيتي تحط الراس عرف فين تحطو. نزعنا انا وياه في الاخر هي كتفكر غير في المصلحه على ما بان ليا، وانسانه سطحيه ومحدوده وما على بالهاش، وخونت ليا موطوري وهربات وحزر لي خويا سعيد وقال لي ما دير في راسك والو ما خسروش راجل وهاني صاحبنا في الاخر هذا اللي كاين. فوالا ما عندي ما يعني وصلنا رسالتين كاينين بنات الناس وكاين ثاني رجال ما يخسروش بعضياتهم على الاقل واحد اللي كانت ما تستاهلش فعرف اش كدير. وكاين العكس توا، كاين اللي تما ولاد الناس وكاين اللي ولاد ما يستاهلوش. باوي مادام قلت كاين بنات الناس هنا الا قلبنا تعطينا داكشي اللي فوالا هادشي اللي كاين. سعيد ولا رياليزاسيون ما نساوهاش ديال يونس الراقي، السينوبسيس و شحال نقول سينو فارم سينوبسيس فوزي عبد الباسط، برودكسيون وهي برودكسيون اكزيكوتيف ديال فوزيا. ولكن خويا الناصري اسم محمد راه واقف وقفه ديال بصح جاب الله سعيد حنا كنشوف شي جينيريك طالع في الراديو. لعبت علاش شو خويا انا كان ولفت هذه المساله نذكر الناس اللي كيخدموا معايا بالاسم نعمان خويا الفوتوغراف. الناس ما باغيكش تذكرهم، الناس باغيك تخلصهم. لا 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 غتذكرهم. شوف ملي كتذكر عمي يقول لك ملي كتذكرهم ما اوموا كدير واحد لوجيست بان هاد الناس راه خدموا معانا بخير وعلى خير ما كنساوكمش. كاين المغني ما كيجبد الكلام والحين لا ممكن كاتب كلمات لا توزيع ولا موزيع لا كيجي كيغني وصافي راه نجح. راه ما يمكنش تنجح بوحدك، راه ما وراكش واحد ليكيب اللي كتخدم معاك راه امبوسيبل باش تنجح. دونك الشكر الجزيل لكاع هاد الناس اللي ذكرتهم وتبارك الله عليكم، وجاي الجديد ان شاء الله نخدموا ان شاء الله. فوالا شي كلمه اخيره عمي؟ ونتمنوا للسي سعيد مسكر التوفيق له وللاخ مهدي بطبيعه الحال في الاعمال ديالهم الجايه. اسمح لي عمي شكون مهدي؟ مزين على مزين اللي كتقوله وهيب ياك وهيب على الاخ وهيب. ونتمنوا على الانتاجات ديالهم تكون موفقه ان شاء الله، ونتمنوا حتى الاخوان المغنيين اللي كانوا كيسمعوهم دابا وكيسمعونا في التعليق وفي التعقيب يحاولوا يقتفوا الاثار ديالهم لعله وعسى نجاح الاغنيه المغربيه. الاشاره الشريف ديالي راه كان ديجا عنده 8 سنين ولا 9 سنين بعدا كتب صغير على هذا الموضوع. هذا انا باغي نناقش دابا ورد الاعتبار في هذا الباب. جيت من انا واخ ماجي سعيد انا كنعرفو 8 سنين 9 سنين ودرت معاه هنا اول اغنيه درتها 9 سنين هذه. من تما فين حبست ملي كما قلت بغيت نعرف ستيل ولا الطريقه اللي ندير ما بقيت جيت راه نسمع الاستاذ سيدي تبارك الله عليك بزاف سعيد مسكر مهيب سعد. شكرا شكرا لمي ديزا اون شكرا.